السلام عليكم يا الحباب، مرحبا بكم، مع سلامتكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بونجور مي زامي، كومونت اليفو؟ جيسبر كو فوز الي بيان. الزول في اللون الحباب، اليوم انا رايحين نديرو اون روسيت تاع لي بلينيس فات ميزون، رايحين نحضروا بهم لي توست. هنا عندي 120 غرام تاع لو جون دو صفر البيض، 30 غرام تاع الزيت، 500 غرام لو لي، 30 غرام لا ليفور بولونجير، 10 غرام تاع لو سيل الملح، 125 غرام تاع لو بور فوندو زبدة تكون دايبة، 500 غرام تاع لا فارين تيب 55 باسكو نو شيرشون دو غو، 180 غرام تاع لو بلون دو و 30 غرام تاع لو سكر سمون. انا رايحين نحضروا لا روسيت تاعنا تاع لي بلينيس تاع نهار اليوم. نبداو نحضروا لي بلينيس. اول حاجه نديروها هي لا ليفور مع الحليب، نزيدو الزيت لو جون، لا فارين، في لا فارين انا رايحين نديرو الملح، نخلطو كاع سي كوم لا باتا كريب لا ميم شوز. اي على فان نو زالون راجوتي لو بور، حنزيدو الزبده. لا بات دي بلينيس راهي واجده، انا رايحين نغاكليو، انا رايحين نخليوها تطلع مدة 60 دقيقة. اونتر تون بالنسبة للبيض انا رايحين نخليوه دو كوتي مع لو سكر، اون فوا كو هادي تلحق 60 دقيقة لا فيرمونتاسيون تاعها كي تطلع، اون فا مونتي لو بلون اون نيج. Après 60 minutes, ça a marché la pâte blinis, elle s'est bien développée. On va monter le blanc en neige. On va mettre le blanc en neige avec la moitié de sucre. Toujours. Le blanc en neige, alors moi je dis. Sinon ils vont grainer, et s'ils vont grainer renarmeuhom, ou toujours à la fin narmeu le deuxième moitié tu as le sucre pour bien les serrer. Voilà, ils sont bien, le quand ils le romch chouïa ils vont grainer. On a le blanc neige dire le hna on pour ne pas casser. Le blanc en neige. La pâte à blinis, tana rahi wajda. On va ndirbouha bel fouet. Si ndirbouha bel fouet, on va casser le blanc en neige. Voilà. Voilà. Juste hada. Même la remarque et tout, la pâte à l'blinis, elle est de dire qu'elle est très bien. Parce que c'est le blanc en neige qui est dernier. Mais la levure, forcément, avec des trous qui m'a le barrière. Alors, je vais vous faire un petit spécial l'blinis. بعد نوريكم كيفاش نديروهم دون دي غروند اون غروند بوينت مقله كبيره. هنا راني رايحه ندير شويه تاع الزيت، مستحسن نديرو الزيت خير من الزبده. وراني رايحين نعمل ام تيت لوش وحده باسكو هما يجو خفاف بزاف بزاف، نديرو لهم هكذا كيما راكم تشوفوا. راني نتقبو شويه باسكو سي لا ليفور لي نتقبهم، نديروهم على نار قليله باش ما يتحرقوناش، لازم يكونوا بيوضا. نسيو نقلبوهم تمتم يطيبو. ها هو ديك اللون تاعهم، هذا هو اللون نتاعهم اللي جو، هذا هو اللون نتاعهم. تمتم نحيوهم ما نخليهمش يحمروا بزاف بزاف كيما البغرير، كيف كيف لا ميم شوز. هلا
هاي ليك لا كولور نتاعهم. او غير ما تحركت هاي لا كولور نتاعهم. تانيك مون توت بيتيت اون لوش وحده ولا مون غرفه باش يجو خفاف. انا نحبهم هكذا. نجيولهم هكذا نخليهم يطيبو. راكم تشوفو كيفاش راهم ينتقبو. شوفو كيفاش راهم ينتقبو. لا ميم شوز كيما البغرير. فوالا راني رايحة نحيهم توت سويت ما نقطعش عليهم باش يجونا بيودة. فوالا شوفو فوالا هايديك. هاي ليك اللون تاعهم كيفاش يجو وكيفاش هاد الوجه. دوكا راني حنقلب الوجه تاعهم نقلب هكذا باش ما ولا يكونوا عندنا بزاف. لازم يكونوا عندنا بزاف الليمون. ندهنوا هنايا وسي نخليوهم على نار قليله يطيبوا. ما لازمش نتقلقوا عليهم. وتشوفوهم الداخل يترتقوا كيما كيما البغرير. لا ميم شوز هنا هنا. نخليوهم يطيبوا على نار قليله غير يبداو يديكول. تشوفوهم بلي تقدروا تبوجيوهم. راني رايحه نقلبهم برك حداري راهم سخونين شويه. فوالا نقلبهم هكذا ونهبطهم. الحين يهبطوا فاسيلمون بلا ما نكسروهم. رايح نحي سخوني. ولا نتوما عندكم دي مول كبار على هادو ديروهم دي مول كبار على هادو يجوهما شويه كبار. ولا حبيتيهم دي مول يكونوا شويه صغار يكونوا صغار خدوا دي مول شويه صغار كيما حبيتو. وهذه هي الطريقه تاع لا بريباراسيون طياب تاع لي بلينيس. نطيبو افيك لي مويان لي عندنا. فوالا هذه هي الشكل تاع لي بلينيس يطيبوا بيودة. راني رايحة نحيهم نوري لكم طريقة واحدة أخرى كيفاش نطيبوهم. تري فاسيل بلو فاسيل أوسي. انا وريت لكم كل طريقات كيفاش نطيبو بيهم. خليهم شوفي كيفاش يترتقو. هلا سي لا كولور تاع لي بلينيس. ويجو خفاف بزاف. لا ما مشكل دو لا كريم فريش. Pour les personnes aimer ces bouches tarama,
يقدروا يديروا دو تون. فوالا انكور سي دو تون سي. Voilà. Et on va mettre des yeux de lampe comme ça.